عسلامة، مرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عندنا أخبار وأحداث جديدة متنوعة. بموضوع اليوم باش نحكيو فيه على ريم البنا وعلى علاء الشابي وتسريب جديد. ريم البنا قاعدة تحكي فيه على علاء في كلام اللطف، يا ربي ما نجمتش حتى نحكي، ما نجمتش حتى نهبطه لكم عندي. فما قنوات منزلته لكن للاسف انا ما نجمش ننزل كلام كيف هكاك في قناتي، كلام مريع جدا. انا لولا تصدمت فيها نقول هذه الانسانه اللي تعمل في اللايف تعطي في حكام للناس واللي يقولها كلمه تشكي بيش بها تحكي هكا. اقسم بالله منطق ما لقيت كيفاش نوصفه بالحق، شيء قزز على الاخر، شيء متدني على الاخر. قالت لي هو يستعمل في الكوكا، قالها اللي يتكلم فيها ما نعرفوش شكون نتكلم، قالها يا اخي يبيع ولا كونسومي؟ قالت له ليه ليه يشري كونسومي هو، قالت له كوكا كوكا. وقالت كلام اخر قذر 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 ما نجمش حتى نحكيه، والله شيء يقزز على الاخر. مصدومه فيها بصراحه، مصدومه فيها برشا. تنجموا تلقاوه الفيديو على قنوات موجوده على اليوتيوب، تنجموا تلقاوه على الانستغرام. ربي يهدي مخلق، قالت برشا كلام خايب واللي هو ماهوش راجل، قالت وبرشا حاجات خايبه. ما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقولوا لطف يا ربي وكهو.